صباحه صباح يا سيدنا. ايوه هو ده استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعال يا صاحبي الدنيا. صباح الخير يا روي. صباح فل يا راشد. صباحه. اصحى يا منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قابل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. تلاقي لي وش كده يا سلية؟ عايز ايه يا علي على الصبح؟ بعرف انا استقبالي. اهلا. شفت فريق الطنطط قدامك ولا ايه يا سلية؟ متأخرة يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا سلية؟ انت بتكون فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد يا عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حاضر بالظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركب يا ست الكل. يوه الله. عسليه ده، انا بركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسقط يابا. يا علي راشد يلا. يلا. انجز. بس البنات. سلام سلام. خلاص يا ابو جريت عندي. خلاص يا ست البنات. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا ست البنات احفظك. اتفضل. ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاته. ياه وحشني الوتد. ادخل يا اخوي. الله. بقالك تلات ايام غطسان طول، مالكش حد تسأل عليه؟ أنا ماليش في الدنيا غير حد واحد. بس بقى الله ابن عمك واقف، هي شقاوة قلة قيمة. صاحبي ومني وابن عمي، وأنا ابن عمي على الغريب. ضربة في قلبك. أنا بقيت غريبة دلوقتي. بيهزر يا ستوب، إحنا ما بنستغناش برضه. إزيك يا راشد؟ إزيك ست الكل؟ بركة إنك جيت. مالي؟ أنا على لحم دماغي من الصبح. بقالي تلات أيام. تلات أيام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانيونك. ايوه ايوه. عمر احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وعلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه يتبقى كام؟ 600. احلى 600. 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رول بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. ون
الو 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 كان اي سبيك تو سوا بليز؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوزه اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص. الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سوها بليز. نو مدام نوت هير. وين شي از جوينج تو بي باك؟ شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours. اوكي كان يو تيل هير ذات اي فوند هير. هو سبيكينج بليز؟ اتس مستر جو. مستر جو هو ار يو؟ ذيس از Sally, her servant. Okay, dear. Please don't forget to tell her. Okay. It's urgent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want the blue formal suit. Hard. And he blue for you. And we two. معلش حبيبي حقك عليا جوعتك. لا يا ابني كان الله في عونك، كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه اكلها. ما انا عندي اغلى منك، اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نجوزك على طول. مش لما نجوزك انت الاول؟ هتجوز هنروح فين يعني؟ بسم الله. قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك؟ والله يا حاجة شغلانة زي الفل وقرفتها زي العسل، منك بس راضي عني. والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل. ادوني عربون 2000 جنيه. استفدت معاهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده. حتة ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانة، ما اتكهربش في باريزة قبل كده. والله العظيم. بس هنعمل إيه بقى؟ ما هو مش تربيت لسه جميل الكهرباء. أنت بتجاملني يعني؟ ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك. الو عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ وحشتيني. على ميعادنا طبعا. انت ناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غالي. ماشي يلا مع السلامه. ايه؟ انت خارج؟ وانت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل. مش سامع، ما انت عارف اني خارج. ربنا يهنيك يا ابني. حاج بقالي امتى؟ تصبر بس على ابنك، الصبر جميل يا عم جميل. انت عارف انك بيحب يتأنى. ليه؟ خير البر عاجله. اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني، يلا اتكل على الله وربنا يوفقك. حاضر يا باشا، حاضر. حاضر يا كبرنا. تشرب شاي؟ اشرب شاي بس كده. خلص اكل واعمل لنا الشاي. مش دلوقتي يعني؟ ايوه. ماشي. الشاي الاخضر يا مدام. ثانك يو يا سالي. تأمريني بحاجه قبل ما امشي؟ لا يا حبيبي. فيكي ايه من دول؟ متغيره كده و... فيكي حاجه؟ Are you in love؟ لا لوف ايه بس؟ مفيش الكلام ده. انت هتتكسي ولا ايه؟ وبعدين حتى لو ان يور ان لاف مش هتعرفي تخبي. It's showing, you can't hide it. You're glowing. ايه؟ ايه glowing دي؟ انا بقالي 5 سنين انا اول مره اسمعها. Glowing يا سالي، يعني you're shining، تلمعي. بلمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بره. بص حضرتك زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه، والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم. احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين. يا شيخه طيب روحي اعطيني المحفظه. اتفضلي. ثانك يو.
خدي دول. ايه دول يا هانم؟ دول كادو مني عشان انا I love people who are in love. شكرا يا هانم، والله مغرقاني بكرمك. بقولك ايه، our life is short okay، هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير، بس مش هنحب ناس كتير. So if you're in love وهو مخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني، امسكي فيه okay. حاضر حاضر همسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. جود نايت حبيبتي، اشوفك بكره. جود نايت. الوحش. اسكت يا اخويا، دي بقت حاره لا فيها نخوه ولا جدعنه. وبعدين بقى فيله القيمه دي؟ ربنا يستر علينا، انا مش صعبان عليا في الليله دي كلها غير البت عسليه مبطوطه في النجاسه اوانطه. تسلم الايادي يا كبير. عسل شكرها. تحب شطة؟ ها؟ لا أنا من غير شطة. بص بقى ست، زي ما بقول لك أنا راجل كسيب وصنعت مكفي وأقدر منها أفتح بيت. طب وأنا مالي؟ طب بقول لك يا بنت، أنا عايز أعيش معاك. تعيش معايا إزاي يعني؟ أعيش معاك إزاي إيه؟ عايزك حلال يا بنت. إيه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن، في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الأول. أنا عايشة مع فطون أختي الكبيرة ولوحدينا، زي ما أنت عارف أنا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس أنا معايا إعدادية. تعرف إن أنا كنت جايبة مجموعة 98؟ كنت الأولى على المنطقة كلها. كان نفسي أبقى دكتورة، دكتورة كبد عشان أعالج أبويا وأمي الله يرحمهم. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا، وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن، لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. بس يا مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي، وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها. تتجوزيني ولا لا؟ حسن، في حاجة مهمة أنا ما ينفعش أخبيها عنك. مالك يا سلام فيه؟ أنا والله العظيم عمري ما عملت الغلط، بس فتون. خلاص ولا يهمك، أنا ما يهمنيش غيرك، مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. أنت بتاعتي، هتشوفي. يا باشا يسمع تعالى. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني انا كنت قلت لكم يا باشا، والله خطوه عزيزه يا باشا.
لا صفو تيجي معايا عزم ودي اهو انا ده اهو كان على هناك اي بنت مش حاسبه يا بنت يا عمي يلا غوري والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا الله 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اثنين ليمون ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره يا ستي في ايه مفيش حاجه حصلت لكل ده ده عيله صغيره خبطتها في ايه عيله صغيره خبطتها ولا طول وانت بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انت فيه ده ربنا يسامحك هيسامحني يا اخي لكن هيسامحكم انتوا بقى ازاي قصدك ايه يا فتحية؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها وكل شوية راجل داخل وراجل خارج انت واختك الشمال انت قليلت الأدب يا فتحية انا قليلت الأدب يا فتحية علي ما تصحى يا راجل يا خرابي ده انت مش نايم انت مغمى عليك ما تصحى يا علي في خناقة بر يا بنتي يا فتون الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا يا نهار اسود ايه عسليه حاسس انت بقى انت ايه موتيه ولا ايه بس ده كهن الاسود انا عارفاه يا امي انت ده كهن الاسود يا بنتي يا مفتر العين اوعى يا ولد اوعى يا بس يا بتاعت الرجاله خلاص يا مروه خلاص جري علي يا رول انا علي رول اللي بناها كلها تعرف مقام ومحدش يقف قدامه واللي يشوف حاجه يجي وانا اوري مقامه من النهارده بتكون دي خطيبتي وهتبقى مراتي واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتصفر بوشوشكم يلا مات الكلام يلا 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 عليك هو يا يلا رشد الحكومة قفشته في اسلوب الله خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك يلا وش يا الاسمر قوة يا اخيرا اتجوزت ما بقاش ناقصني حاجة حدش له كلمة استغفر الله العظيم ملك يا بيت مش هتقولي لي مبروك 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 على ايه عالجرسة هو انت ما بتحسيش حلك حيل هو جواز جرسة ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل هو مين ده اللي مسجل يا بنت هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغ في سيرتنا منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل ما انا خلاص هتجوز وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستك جواز وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك الا علي ده سيد الرجاله لما يقول كلمه ينفذها ده بلطجي يا فتون بلطجي ونصاب بحبه بجد وملكيش فيه طب وانا انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك يا بنت ده انت خدامه ازيك يا متولي ازيك يا متولي طيب مساء الخير يا باشا اهلا يا استاذ حسام عمر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل وكان معاه واد اسمه علي الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده يعني مفيش شهود لا مفيش شهود خلاص يتنازل ونمشيها صلح اهو عندك اهو اقنعه بقى تسلم يا باشا اتفضل حسام المهداوي المحامي الف سلامه بقول لك ايه
ما تيجي بره لياسر يتكلم كلمتين. كلام ايه؟ انا ما عنديش كلام، انا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك، بس معلش تعالى نجم. معلش سلامة. معلش، ايه اللي حصل ده؟ دل على السلامة يا صاحبي. خبر ابيض، ايه اللي حصل ده؟ خش خش سيجارة. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش بتاع مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ غير 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح، هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟ انتوا مخرجيني عشان تهددوني بره باب القسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد. ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعامل مع مين. خد بالك ده انا عوا ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا اتضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين نتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامة. يلا خد ال 100 جنيه. يلا يلا يا حبيبي يلا 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 الحمد لله على سلامتك. ده شطان، تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامة. يلا تعالي اوريك الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا حاج. منا ومنكم يا ولدي. أهلا أهلا أهلا. إزيك يابا؟ الحمد لله. بس أنتِ زي القمر. يا سلام، عرفت إني راجل يا طيب إنها زي القمر. من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت. وانا ربنا اخذ مني نعمه النظر لكن بشوف بقلبي، وانت صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاه؟ تعالى يلا. لا مؤاخذه، لو النبي يخليك. شفت مالكش دعوه انت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج؟ خلاص كده من لاقي احبابه ده انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركه، ربنا يخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يابا اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلب ابيض. ما انا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. معلش ازاي ده انا؟ ما تقلقيش، اصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضة علينا وحاجات تانية احنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات انت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يا رب. عارفة لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكاية. حكاية؟ أصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. الحمد لله على السلامة يا راشد. الله يسلمك يا علو. كفارة. عشت يا غالي. الحمد لله على السلامة، كل حاجة بس تعالى لناحيتي. بجد يا علي أنت مش هتجيب لي أوضة نوم جديدة؟ إيه يا تونة؟ أنت عايزاني أغير الأوضة اللي شافت أحلى أيام عمرنا؟ أمال عايزني أنام على أوضة نوم قديمة؟ لا، ملاية جديدة. أعمل حسابك في ملاية جديدة عشان أنا وأشفر مستني النقطة. صح. نقطة؟ وهي النقطة دي هتطلع قد إيه يعني؟ 10,000 جنيه. إيه؟ قول 20، ده فرح علي روي والنبي أو ربنا. أبو هناء معزوم
معزوق انت هتعزم في الفرح تاجر مخدرات وماله خلينا اقعد بفرش خليها تقلب دماغها لا وامانه ربنا كمان ابو هناء عم الجدعنه كمان مساء الخير عليك مساء النور والجمال والهنا احنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحه اجي الاقي البارتيتا منصوبه هي هي مالك يا عسليه اعتبريني جوز اختك خلاص لما يبقى يحصل يا علي يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بذوق اللي ايه جرى ايه ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا اللي اقول لي يا علي وانت صحيح لقيت شغل زي مفتون يعني بتقول ولا هتضم عليها والبس انا الليله السؤال ده تساليه لاهلك الله يرحمهم اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش خليكي في حالك احسن لك بتروقي كده يا ست البنات وتعالي نشوف هنرتب ايه فرح اختك ومين عارف يمكن الفرح يبقى فرحين فرحين؟ ليه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ وماله يعني مش قد المقام؟ مش قد المقام بس انا ما قلتلكش انا يوم اقول يا جواز لازم يبقى راجل راجل كسيب مش بلطجي يا نهار ابيض طلعت حرقه قوي يا جدعان شكلها هي الونش مش انا